Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va lire le document de l'unité 3. Ça va le faire, Oled. Naharda, Inch'Allah, on aura le dars de l'unité 3. تحت عنوان لا توبي. لا توبي. كلمة لا توبي معناها النحلة اللي احنا بنلعب بيها. لا توبي. الإيماج الأولى المس بتقول لهم أتونسيون ليزونفون. أتونسيون ليزونفون. أتونسيون معناها انتبهوا. ليزونفون يعني إيه؟ الأطفال. انتبهوا يا أولاد. تيزيفو. تيزيفو. طبعًا معناها اسكتوا. انتبهوا. أتونسيون ليزونفون. انتبهوا يا أولاد. Taisez-vous, escoutez, écoutez maintenant, écoutez bien. Verbe écouter, معناه يسمع. Maintenant, يعني الآن. اسمعوا دلوقتي. Écoutez bien, اسمعوا جيدا. يبقى المس بتشد انتباه الأولاد بتقول لهم attention les enfants, انتبهوا يا أطفال. Taisez-vous, escoutez, écoutez maintenant, اسمعوا دلوقتي. Écoutez bien, اسمعوا إيه جيدا. دي كده الإيماج الايه الاولى. المس هتقول لهم ايه بقى في الإيماج الثانيه؟ nous allons fabriquer une toupie. nous allons fabriquer une toupie de toutes les couleurs. معناها ايه بقى nous allons fabriquer؟ نو طبعا احنا عارفينها برونو معناها نحن. allons ده فيرب علي طبعا معناه يذهب بس هنا طبعا هيبقى معناه سوف. نحن سوف fabriquer. فيرب fabriquer معناه يصنع. سوف نصنع أو نصنع into P نحلة دي توت لي كولور. توت معناها كل. كولور يعني الألوان. يبقى نحن نزالون فابريكي سوف نصنع into P نحلة دي توت لي كولور من كل الألوان. بعد كده بتقول لهم إيه الأدوات بتاعتهم. أول حاجة بتقول لهم بور فير لا تو بي عشان نعمل النحلة دي الفو يلزمنا إيه. أول حاجة ان رو اون كارتون. ان رو اون كارتون كلمه رو معناها راوند دائره. اون كارتون من الكرتون. يبقى دائره من الايه من الكرتون. ان اللوميت. ان اللوميت. اللوميت يعني عود كبريت. دولا كول. دولا كول اللي هو الجلو السمر. دي سيزو. دي سيزو ده معناه مقص. سيس فتر. سيس فتر. ست ألوان. الألوان بتاعتنا إيه؟ أول حاجة أن بلو أزرق. أن فير أخضر. أن جون أصفر. أن أورانج واحد برتقالي قلم برتقالي. أن روز واحد روز. إي أن فيولي واحد إيه؟ بنفسجي. يبقى تاني تقول لهم نوزالون فابريكي أنتو في. نحن سوف نصنع نحلة. دي توت لي كولور من كل الالوان. بور فير لا توبي عشان نعمل النحله دي الفو يلزمنا ايه؟ وقالت لهم الادوات بتاعتهم ان رو اون كارتون دائره من الكرتون. ان اللومات عود كبريت. دولا كول سمر. دي سيزو مقص. سيس فتر ست ايه الوان. الالوان اللي عايزينها بلو ازرق. فير اخضر. جون اصفر. اورانج برتقالي. روز اللي هو الروز او البامبا. اي ام فيولي اخر واحد اللي هو الايه بنفسجي. في بنوته منهم قالت لها مترس تي بو ريبيتي سيل تو بلي. مترس يا مس تي بو ريبيتي ممكن تكرري سيل تو بلي تكرري الكلام اللي انت قلتيه ده. ليه السبب؟ قالت لها جو نو كومبرون با. جو نو كومبرون با يعني ايه جو نو كومبرون با؟ انا مش فاهم. انا مش فاهمه. بتقول لها ايه ممكن تكرري الكلام اللي انت قلتيه ده عشان انا مش فاهمه. الإيماج اللي بعد كده المسا قالت لها وي جو في ريبيتي انا سوف اكرر هكرر تاني. اون فا اكسبليكي. اون فا اكسبليكي سوف نشرح. الاو ديت زي نو كده معناها نحن. الفيرب معاها مثل الايل. اون فا اكسبليكي. فواسي ان في ها هي ورقه. كلمه فواسي معناها هي او ها هو. ان في معناها ورقه. بور فابريكي لا توبي عشان نصنع الايه النحلة. قالت لها ايه؟ يعني فهمت بقى. قالت لهم ايه؟ ريتورني افو بلس. ريتورني افو بلس. يلا ارجعوا لأماكنكم تاني.
بعد كده المس طلبت من بنوته بتقول لها سيسيل اسم البنت ديستريبي لفاي، ديستريبي لفاي يعني وزعي الورق سيلتو بلاي من فضلك. كلمه سيلتو بلاي معناها من فضلك او سيلفو بلاي هناخدها بعد كده. دون ان فاي دون فيرب دوني معناه يعطي، ان فاي اعطي ورقه اشاكي لاف كلمه شاك يعني كل وليف يعني ايه تلميذ. دون ان في اعطي ورقه لكل ايه تلميذ وشكرتها طبعا ميرسي. تمام نقراها كمان مره ونترجمها وبعد كده نقرا مع بعض. الدرس بتاعنا اسمه ايه؟ لا تو بي. لا تو بي معناها ايه؟ النحله، النحله اللي بنلعب بيها. المس بتنتبه وتقول للاولاد انتبهوا، تقول لهم ايه؟ اتونسيون لي زونفون، انتبهوا يا اطفال. يبقى المستر يقول للاولاد انتبهوا، انت بتقول لاخوك الصغير خلي بالك من العربيات او خلي بالك من الشارع، تقول له ايه؟ اتونسيون، خد بالك. اتونسيون لي زونفون، انتبهوا يا اطفال. تيزيفو يعني اسكتوا. ايكوتي مانتينو اسمعوا الان. ايكوتي بيان اسمعوا جيدا. المس هتقول لهم ايه بقى في الايماج الثانيه؟ Nous allons fabriquer une toupie de toutes les couleurs. سوف نصنع نحلة من كل الألوان. Nous allons fabriquer une toupie de toutes les couleurs. Pour faire la toupie, عشان نصنع النحلة دي، il faut. ده سؤال هيجي لنا في كومبليت، هيجي لنا في أكمل في إيه؟ في الشيت بتاعكم أو في الامتحان. عشان نصنع نحلة يلزمنا إيه؟ il faut un rond en carton، دائرة من الكرتون، une allumette، عود كبريت، de la colle. سام دي سيزو مقص، سيس فتر ست الوان. الالوان بتاعتنا ان بلو ان فير، ان بلو ازرق، ان فير اخضر، ان جون اصفر، ان اورانج برتقالي، ان روز البامبا، اي ان فيولي اللي هو البنفسجي. في بنت مش فاهمه قالت لها مترس تي بو ريبيتي سيل تو بلاي، ممكن يا مس تعيدي الشرح ده تاني او تعيدي الكلام ده تاني. Je ne comprends pas. انا مش فاهمه. Je ne comprends pas. خدنا سؤال قبل كده او جمله قبل كده انا مش عارف، اللي هي je ne sais pas مش عارف، لكن انا مش فاهم تبقى ايه؟ Je ne comprends pas. قالت لها وي نعم، كلمه وي نعم. Je vais répéter. انا هعيد تاني، هكرر تاني. On va expliquer. هنشرح. On va expliquer. سوف نشرح. Voici une feuille. هي ورقه. بور فابريكي لا توبي، دي ورقه هنصنع بيها النحله دي. قالت لها ريتورني، المس قالت لهم ريتورني افو بلس، ارجعوا لاماكنكم تاني. اخر حاجه سيسيل المس بتنادي على سيسيل وتقول لها ايه؟ ديستريبي لي في سيل تو بلاي، وزعي الورق من فضلك. دون ان في اشاكي ليف، دون ان في معناها اعطي ورقه، اشاكي ليف لكل تلميذ. ميرسي. تمام كده قرينا مرتين وترجمنا. نقرا بقى مع بعض. لا توبي، لا توبي، اتونسيون لي زونفون، اتونسيون لي زونفون، تيزيفو، تيزيفو، ايكوتي مانتينو، ايكوتي مانتينو، ايكوتي بيان، ايكوتي بيان. نوز الون فابريكي ان توبي دي توت لي كولور. Nous allons fabriquer une toupie de toutes les couleurs. Pour faire la toupie, il faut. Pour faire la toupie, il faut. Un rond en carton. Un rond en carton. Une allumette. Une allumette. De la colle. De la colle. Des ciseaux. Des ciseaux. Six feutres. Six feutres. Un bleu. Un bleu. Un vert. Un vert. Un jaune. Un jaune. An orange, an orange, an rose, et un violet, et un violet. Maîtresse, tu peux répéter, s'il te plaît. Maîtresse, tu peux répéter, s'il te plaît. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oui, je vais répéter. Oui, je vais répéter. On va expliquer. On va expliquer. Voici une feuille pour fabriquer la toupie. Voici une feuille pour fabriquer la toupie. Retournez à vos places. Retournez à vos places. كده بالنسبة للإيه؟ الدرس الثالث. ترجمناه وفهمنا معناه وقريناه مع بعض ونردده عشان إيه؟ نفهم
اللي موجود فيه. طبعا في عندنا فوكابيلار، طبعا احنا ترجمناها من خلال واحنا بنقرا، بس طبعا هنكمل عشان لو في كلمات اكتر منها ونفهم الكلمات الجديده. اول كلمه طبعا فوكابيلار، اول كلمه بروفيسور، طبعا احنا عارفينها، ان بروفيسور مدرس، ان رو معناها دائره، ان انفو معناها طفل او طفله، او ان على حسب الارتكل اللي قبلها، ان ترو معناها ثقب، ثقب او فتحه، ان اربر يعني شجره، ان اربر يعني شجره، ان جاتو يعني جاتو او كيك، ان وازو عصفور او طائر، ان وازو. الكولون الثاني، العمود الثاني، اون ميتريس اللي هي المس بتاعتنا، مدرسه، انتو كي الدرس بتاعنا اللي هي النحله بنلعب بيها، انيكول مدرسه، ان كلاس معناها فصل، ان في طبعا معناها ورقه، ان بلاس معناها مكان، ان ارموار معناها دولاب، ان شيز كرسي، ان ميزون معناها منزل، ان تابل معناها مائده او ترابيزه. في بعض التعبيرات عندنا يو بي، ده تعبير عن الفرحه، وانت فرحان تقول يو بي زي ما انت بتقول بالعربي يا كده فرحان يو بي. فواسي معناها هو او ها هي، ميرسي طبعا عارفينها معناها شكرا، تشكر حد عن هديه او حاجه عملها لك تقول له ميرسي، موا طبعا اللي هي انا، وتوا يعني انت، واحنا قلناها قبل كده لما اقول لك جو مابيل مسيو احمد اتوا وانت تقول لي موا، جو مابيل علي، جو مابيل هدى، جو مابيل منى، وهكذا. يبقى موا اللي ايه الاوبجكت بتاع ايه جو، المفعول بتاع الايه الجو. نقرا الكلمات مع بعض يلا. ام بروفيسور، ام بروفيسور، ان رو، ان رو، ان انفو، ان انفو، ان ترو، ان ترو، ان ارب، ان ارب، ان جاتو، ان جاتو، ان وازو، ان وازو، ان ميتريس، ان ميتريس، ان تو بي، ان تو بي، ان ايكول، ان ايكول، ان كلاس، ان كلاس، ان في، ان في، ان بلاس، ان بلاس، ان ارموار، ان ارموار، ان شيز، ان شيز، ان ميزون، ان ميزون، ان تابل، ان تابل. وفي تمرين طبعا هنا بيقول شاسلان ترو، استبعد الكلمه المختلفه. طبعا احنا هنترجم عشان في كلمات جديده طبعا بالنسبه لنا زي الكلمات اللي في الاول دي. شاسلان ترو طبعا بنفهم المعاني كلها ونختار الكلمه الايه المختلفه، بس نعمل عليها سيركل او نشد تحتيها خط او نكتبها، لو في نقط جنبها نكتبها على جنب. شاسلان ترو، السؤال الاول كيستيون نمبر 1، ليزيو معناها العيون، ليزيو معناها العيون، لي شيفو معناها الشعر، لي زاربر، لي زاربر كان قايلنا فوق معناها شجر اشجار، لي زوري الاذن. يبقى ايه المختلف بتاعنا؟ اكيد اربر. فراز نمبر 2، ان شا يعني كات، ان شيا يعني دوج، ان لابان رابت، ان وازو اللي هو البرد. يبقى ايه المختلف عندنا؟ قط، كلب، ارنب، عصفور. يبقى ايه اللي بيطير وايه اللي على الارض؟ يبقى اكيد وزو هي اللي مختلفه. ان ارتكل انديفيني، ان انديفيني، لا هي الديفيني معرفه، دي انديفيني. يبقى احنا عارفين الارتكل انديفيني ا وان ودي دول مرتبطين ببعض، والله هي اللي مختلفه. ان استلو قلم، ان شيز كرسي، ان رجل مسطره، ان كريون اللي هو قلم رصاص، ان بروفيسور اللي هو مدرس، سوري استيلو وشيز ورجل وكريون. يبقى اكيد المختلف ايه؟ كلهم ادوات مدرسه ما عدا الشيز كرسي. نمرو 5، بروفيسور مدرس، ايكول مدرسه، كلاس معناها فصل، تو بي نحله. يبقى تو بي هي اللعبه والثلاثه مرتبطين ببعض اللي هو المدرس والفصل والمدرسه.
le article défini أداة معرفة la article défini برضو ال a and défini نكرة اللي طبعا بلوريال للديفيني نعرفين لو لا الا ابوستروف لي دول مرتبطين ببعض ادوات معرفه يبقى الا هي اللي مختلفه يبقى تاني نمرو ا الانترو بتاعتنا اربر دي الاشجار الفراز الثانيه وزو اللي هو العصفور الفراز الثالثه لا اللي هي اداه معرفه للفيمينا مؤنث الفراز نمرو 4 قلنا شيز عشان كلهم ادوات مدرسه بعد كده كلمه تو بي هي الانترو بتاعت فراز نمرو 5 الفراز الأخيرة الآن عشان كلهم إيه ديفيني كلهم معرفة والآن الوحيدة الآن ديفيني تمام إحنا كده إيه قرينا الدوكيمون قرينا الفوكابولير حلينا شاس لان تجو كده خلصنا النهاردة ميرسي إيه أوروفوار